صوت المرسلين. بداية أهنئ السي عبد النور على جلدته الكبيرة في مجال الترجمة وعلى هذه الجلسة النقدية. كان من المفترض أن يكون موضوع مداخلتي عن كتاب التربية المدنية العالمية مسؤولية وحقوق في عالم مترابط الذي تولى الدكتور عبد النور ترجمته إلى اللغة العربية، لكني ارتأيت أن أقدم ورقة أخرى خلاف لما هو موجود في الكتاب، ورقة أحاول من خلالها تقديم قراءة نسقية في مجمل الأعمال المترجمة من طرف ضيف شرف هذا اللقاء، لا لشيء سوى لأن في النظرة الكلية لأعمال الباحث إنصاف له وبيان لكثير من مواطن التميز التي قد لا تتضح لمن يتعامل مع الكتاب الواحد. حظي موضوع الترجمة باهتمام كبير في العالم العربي تقريبا منذ العصر العباسي، لكن هذا الاهتمام تضاعف مع عصر النهضة، فأدرك المثقفون العرب آنذاك أهمية التلاقح الثقافي وجدوى التواصل المعرفي. وفي أواخر الثلاثينات من القرن العشرين نبه طه حسين لذلك، فقال في كتابه مستقبل الثقافة في مصر: في حياتنا العقلية تقصير معيب يصيبنا منه كثير من الخزي، كما يصيبنا كثير من الجهل، وما يستتبعه الجهل من شر ولا بد من إصلاحه إن كنا نريد أن ننصح لأنفسنا ونعيش عيشة الأمم الراقية، وإن كنا نريد أن ننصح للعلم نفسه ونشارك في ترقيته وتنميته، وإن كنا نريد أن ننصح للشعب فنخرجه من الجهل إلى المعرفة ومن الخمول والجمود إلى النشاط والإنتاج. ومظهر هذا التقصير المخزي إهمالنا الشنيع للترجمة والنقل عن اللغات الأوروبية الحية، فما أكثر الآثار العلمية والفنية والأدبية التي تنعم بها الإنسانية الراقية، وما أشد جهلنا بهذه الآثار وغفلتنا عنها. ها نحن اليوم وبعد مرور أزيد من 70 سنة على صدور كتاب مستقبل الثقافة في مصر، لازلنا في العالم العربي في حاجة إلى حركة ترجمة حيوية للحاق بالركب الحضاري. فالمتتبع لمسار الترجمة في الثقافة العربية يدرك درجة التأخر التي نعانيها في هذا المجال، وسنورد في هذا السياق بعض المعطيات التي أوردها الباحث شوقي جلال في كتابه الترجمة في العالم العربي الواقع والتحدي، إذ يذكر هذا الباحث مجموعة من الإحصاءات الصادمة مفادها أو قلت مجموعة من الإحصائيات الصادمة. فمن المؤسف أن نكتشف أن البلدان العربية مجتمعة والبالغ عددها أزيد من 270 مليون نسمة لا يترجمون سنويا سوى ما يقارب 3000 كتاب، بينما تترجم إسبانيا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة أزيد من 10,000 كتاب سنويا. ومن المؤلم أيضا أن نكتشف أن الكتاب المترجم في العالم العربي كما يؤكد شوقي جلال لا يصل إلى أكثر من 5% من إجمالي المنشور من الكتب على المستوى العربي، وإنتاج العالم العربي من الترجمة يعادل 1/10 من إنتاج البرازيل، مع العلم أن عدد سكان البرازيل نصف تعداد السكان العرب. ومن المحزن أيضا أن نعلم أن إنتاج البلدان العربية مجتمعة يعادل نصف إنتاج إسرائيل في مجال الترجمة. ففي العالم العربي يترجم كتاب واحد تقريبا أو بمعدل 1.2 كتاب لكل مليون نسمة في العالم العربي، مقابل 100 كتاب تقريبا لكل مليون نسمة في إسرائيل، و250 كتاب تقريبا لكل مليون نسمة في إسبانيا. وقد بلغ ما ترجمته 16 دولة في مدة 10 سنوات من عام 1970 إلى 1980 حوالي 2840 كتابا، أي بمعدل 284 كتابا في السنة الواحدة. إن هذه الأرقام والإحصائيات رغم نسبيتها طبعا تؤكد المستوى المتدني لحركة الترجمة في العالم العربي، فأمة لا تملك نصيبا وافرا من الابتكار العلمي والثقافي ينبغي عليها أن تضاعف مجهوداتها على مستوى الترجمة أملا في تقليص المسافات التي تفصل عن الآخر. ومن المثير للاهتمام أن نسبة مهمة من المترجم العربي ينتجه أفراد مستقلون، مما يؤكد أن مشاركة المؤسسات التي تمثل الدول يظل دون المستوى المأمول. وفي هذا السياق تأتي مجهودات الدكتور عبد النور خراقي
هذا الباحث الذي ينفق الكثير من جهده لجعل القارئ العربي مواكبا لما يحدث خلف حدودنا العربية. ولنفي الرجل حقه، ارتأينا أن نقدم نظرة شاملة عن مشروع الترجمة الذي يشتغل عليه. فيلتئم المشروع الترجمي الذي ركمه الأستاذ عبد النور من الأعمال الآتية: اللغة والهوية قومية إثنية دينية لجون جوزيف، تأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين للدكتور مصطفى بن حمزة، روح الديمقراطية الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة للاري دايموند، والتربية المدنية العالمية مسؤوليات وحقوق في عالم مترابط تحرير هاكان ألتاناي. المرأة باستثناء بعض الكتب التي أضافتها قبل قليل الأستاذة شفيقة العبدلاوي التي لم تصدر بعد ولم أتوصل بها. السؤال هنا: ما هي أهم السمات المميزة لهذا المشروع؟ إن أول ميزة يمكن لمتابع أعمال الأستاذ عبد النور ملاحظتها هي تنوع موضوعات الاشتغال. فكتاب اللغة والهوية يبحث في موضوع العلاقة المعقدة بين الهوية القومية والإثنية والدينية لجماعات كلامية داخل المجتمع وطبيعة اللغة التي يتحدثون بها، بينما يتناول كتاب التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين موضوع علاقة المسلمين بالآخر، وذلك من خلال الوقوف على موقف القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والسيرة الرسول الكريم من الآخرين الذين يقعون خارج دائرة المسلمين. ثم البحث في التمثلات التاريخية لتلك العلاقة عند الصحابة رضوان الله عليهم وعلى امتداد تاريخ الأمة الإسلامية. أما لاري دايمون فيؤسس كتابه روح الديمقراطية على فكرة أن الديمقراطية قابلة للحياة في كل مجتمعات العالم دون تمييز، ولا تقتصر فقط على الدول الغربية على الرغم من كل المعوقات التي تعترض سبيلها. فنسبة الوعي التي يتمتع بها مجتمع ما والمستوى المعيشي الذي وصل إليه كفيلان بتحديد إمكانية احتضانه للديمقراطية. كتاب الحضارة ومضامينها لا تخرج عن نطاق الكتاب السابق، فهو يهدف إلى درء الخلافات الموجودة بين أفراد العالم باحترام خصوصية كل حضارة إنسانية غربية عربية إسلامية آسيوية، وعدم المساس بقدراتها الثقافية والاجتماعية والدينية. أما كتاب التربية المدنية العالمية فيأتي في سياق أن التربية المدنية العالمية تنشد فهم العلاقات العنكبوتية المترابطة التي تجمع مواطني العالم في ظل عقد اجتماعي، كما تقوم على ضمان حقوق نتمتع بها ومسؤوليات نقوم بها، لأننا ببساطة مواطنون عالميون يقطنون كوكبا واحد هو كوكب الأرض. من هذا المنطلق نلاحظ أن الأستاذ عبد النور خراقي يرتحل بين حقول معرفية مختلفة: الحقل الديني، الحقل السياسي والاقتصادي، والحقل اللغوي واللساني. وهذا الارتحال والتحول لا يحتاج فقط امتلاكا للغة كوسيلة للترجمة، ولكن يستوجب على المترجم أن يلم إلماما دقيقا بموضوع الاشتغال وبكل ما يتعلق به من حيثيات. وبهذا فإن كل كتاب مترجم مشروع مستقل في حد ذاته يحتاج استعدادا خاصا يبدأ بمعرفة الموضوع وتفاصيله أولا، ثم ينتهي بصناعة معجم اصطلاحي للكتاب يقوم على اعتماد الأبنية الاصطلاحية السابقة من جهة وإعمال الاجتهاد الاصطلاحي من جهة ثانية. الملاحظة الثانية التي يمكن تسجيلها بعد الاطلاع على مجموع ترجمات الأستاذ عبد النور هي قرب المدة الزمنية بين نشر الكتاب في اللغة الأصل وبين عملية الترجمة. إذا أخذنا كتاب اللغة والهوية نشرت الترجمة سنة 2007، والتاريخ أو تاريخ صدور الكتاب الأصلي في لغته الإجلازية 2004، يعني 3 سنوات ما بين نشر الكتاب وترجمته. كتاب التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين ترجم ونشرت أيضا نسخته العربية سنة 2011. روح الديمقراطية النسخة الإجليزية نشرت سنة 2008، والترجمة كانت سنة 2014. الحضارة ومضامينها الكتاب نشر 2004 والترجمة 2014. التربية المدنية العالمية الكتاب كتب سنة 2011 وترجم سنة 2019. من خلال المعطيات المذكورة سابقا يتبين أن الدكتور عبد النور يحرص على ترجمة ما استجد في الساحة الثقافية الغربية، مما يتيح الفرصة للقارئ العربي أن يكون قريبا من التطورات الثقافية والمعرفية
التي تحدث خارج حدوده، وهذا ناجم بطبيعة الحال عن متابعة المترجم الدقيقة للكتابات الغربية. من هذا المنطلق نسجل أن أقصى مدة بين نشر الكتاب في الموطن الأصلي وبين نشر ترجمته هي 10 سنوات، وهو معدل بسيط إذا طرحنا منه الحيز الزمني الذي تطلبه المترجم لإنجاز عمله. أما أقصر مدة فهي 3 سنوات، وهذه مدة قياسية بالنظر إلى حجم الكتب التي يترجمها الأستاذ عبد النور. الملاحظة الثالثة تنويع اتجاه الترجمة من الإنجليزية إلى العربية ومن العربية إلى الإنجليزية. فالأستاذ عبد النور ونظرا لكفاءته الأكاديمية ومهارته في الترجمة قد نجح في أن ينقل إلى العربية ومنها، وإن كان يعطي الأولوية لعملية الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية. الملاحظة الرابعة أن الجهات التي تنشر أعمال الأستاذ عبد النور خراقي هي جهات مشرقية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، سلسلة عالم المعرفة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر ببيروت، سلسلة دراسات فكرية ببيروت. وهذه الملاحظة تجعلنا أمام مفارقة عجيبة، وهي كيف أن الأستاذ عبد النور خراقي الحائز على جائزة المغرب للكتاب سنة 2015 صنف الترجمة مواطن مغربي، ولكن أغلب منشوراته خارج الوطن العربي. إن لهذه المسألة تفسير واحد من وجهة نظري، وهو أن المؤسسات المشرقية تفتح أبوابها لدعم الباحثين الجادين. الملاحظة الخامسة هي الطابع الفردي للترجمات، بحيث أن الأستاذ عبد النور يتولى مسؤولية الترجمة كاملة، إلا أننا نلاحظ أن هذا المبدأ قد كسر في المؤلفات الأخيرة. نجد ذلك في كتابه الأخير جائحة الهلع، فيروس كورونا يهز العالم، الذي شاركه مع الأستاذ عبد الرحيم فاطمي ومروان جلول. ختاما، إن من الأقوال المأثورة عن جورج مونان في القرن العشرين قوله: إن على الترجمات مثلها مثل النساء، أن تكون في آن واحد أمينة وجميلة حتى تكون كاملة. هذا هو حال الترجمة عند الأستاذ عبد النور خراقي، هي ترجمة أمينة وجميلة في الآن ذاته، ولعلها حقيقة سيتأكد منها كل من قرأ الكتب المنقولة إلى العربية بقلم هذا الباحث. وإن كان جورج مونان يميز بين طريقتين كبيرتين لترجمة النصوص، تندرج إحداهما ضمن ما يسميه بالزجاج الشفاف لفير ترانسبارون، وتقضي بأن توحي الترجمة بأن النص الهدف متصور ومكتوب مباشرة بلغته، أي بلغة المترجم، أي باللغة المترجم إليها، بحيث تمحي خصوصية النص الأصلي الأسلوبية والحضارية انمحاء تاما. أما الطريقة الثانية وتندرج ضمن ما يسميه الزجاج الملون لفير كولوري، فتنص على الخضوع المطلق للأصل، بحيث يشعر القارئ دائما بأنه يقرأ نصا كتب أولا بلغة أخرى وفي ظل حضارة مختلفة عن حضارته. إذا كان مونان يميز بين هذين النوعين، فإن قارئ ترجمات الأستاذ عبد النور سيكون كمن يرى من خلف النظارات الثلاثية الأبعاد، فهو مدرك أنه يرتدي نظارات تحول الواقع، ولكنه في الوقت نفسه يستمتع بمشاهداته لذلك الواقع الجديد. فالترجمة عند كاتبنا تنبهك منذ البداية أنك أمام نص ثان من لغات مختلفة، ولكن أسلوبها وبناؤها اللغوي لا يشعرك بالغرابة عن لسانك، لأنها ترجمة خالية من الألغاز التي تعيق الفهم. وهذا ما رده إلى أن فعل الترجمة عند الأستاذ عبد النور قائم على امتلاك ناصية ثقافتي اللغة العربية والإنجليزية، امتلاك يغنينا عن التفكير والعودة إلى النص الأصلي. وشكراً على تتبعكم.